كعادتهم كما يفتح الشيخ الشعبية قام بأجواء ديمقراطية ونعتبرها محطة بناء من أجل المستقبل، حيث أنه تطاشم حتى الشعار الذي وضعه الأخوات الأفريقيتين تزاور متعلق بدينامية جديدة لإعادة البناء، والوطن الإقليمي يجسد في حد ذاته خطوة من أجل إعادة البناء، من أجل التنظيم، من أجل بعث رسائل إلى المواطنات والمواطنين على إقليم تزاور إلى كل من يهم الأمر. وأعتقد أن الأساسي على مستوى هذا المؤتمر هو إعلان الانفتاح على الجميع، وأن حزب القوات الشعبية هو حزب الجميع وليس ولا يعتبر حزبا منغلقا على ذاته، وأنه المبادرة تبقى للمواطنات والمواطنين من أجل دعم ترشيح أي كان باسم اتحاد الشيعي للقوات الشعبية، وبالتالي فهي محطة من أجل المستقبل. الانتخابات على مستوى الكتابة الإقليمية تم انتخاب الكاتب الإقليمي الأخ يوسف الحاي وبالإجماع، على اعتبار أنه من واحد المرحلة اللي إمكاناته أنه يكتسب تجربة في مسألة التدبير على مستوى الإقليم والتسيير، وبالتالي فأعتقد أن هذا عزم نضالي ديمقراطي ما يمكن لنا إلا أن نفتخر به على مستوى الحزب، وأيضا نحييو عليه الأخوات اللي يكونوا ممتازة. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.